السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الحلقة اليوم هنستعرض إزاي كيف نصنع زر على واجهة المستخدم الـ GUI في بايثون، وكيف نضع أمر داخل الزر بحيث أن نضغط على الزر كليك يستجيب البرنامج لحدث كليك وينفذ أمر ما. بنكتب في أول السطر from take enter import asterisk، بعدها نعمل النافذة، افتح متغير وليكن اسمه window يساوي key k، وافتح التراكت واقفله ولاحظ key capital. بعد كده احدد ابعاد النافذة window dot geometry وأضع بين كوتيشن، سواء سنجل كوتيشن أو دبل كوتيشن، أكتب مثلا البعد هيكون 200 إكس في 100، دي الدايمنجن بتاع الخاص بالويند. بعد كده أكتب الديفينشن، أكتب فانكشن ديف، وأحدد هنا اسم لي الفانكشن اللي انا هعملها بحيث انها تنفذ لما اضغط على الزر، فاكتب مثلا ديف هاندل مثلا. وافتح براكت كلو واكتب هنا برينت براكت لوكيشن هيلو ماي برينت. اللي انا عملتها دي الفانكشن اللي هيقوم الزرار بتنفيذه هنا. بعد كده اعمل كرييتنج للباتون، اكتب هنا افتح متغير مثلا اسمه باتون يساوي تيك انتر دوت باتون، واحدد الويندو اللي هيظهر عليها، اسم الويندو هنا ويندو كوما، واحدد الويتس بتاع الخاص بالزرار واكتب مثلا الويتس 20، واحدد الهايت الارتفاع يساوي مثلا 3. وهنا المهم اكتب الكوماند، اختار الامر اللي هينفذه لما اضغط على كليك، الكوماند يساوي واكتب اسم الفانكشن هاندل اللي انا سبق عملتها قبل، واجي هنا في السطر واكتب باك امبتي براك، وهنا اكتب ويندو دوت ميلو لكي تظهر النافذه بشكل مستمر. نضغط مفتاح رن، يظهر هنا زرار فارغ مش مكتوب عليه اي حاجه، اضغط عليه كليكه يكتب لي هالو ماي فريندز، كليكه كمان يكتب لي هالو ماي فريندز. لو حضرتك عايز نص يظهر على الزر فبتضيف هنا امر تكست كوما تكست يساوي كوتيشن اوكي، نضغط مفتاح رن، نضغط على اوكي يكتب لي هيلو ماي فريند، اضغط كمان مرة على اوكي يكتب لي هيلو ماي فريند. يبقى احنا هنا لما نحب نعالج الحدث كليك على اي زر بنضيف هنا الاوبشن كوماند، وهنا بعد منه اسم الفانكشن اللي هنستدعيها لتنفيذ هذه الوظيفة. اسم الفانكشن يجب ان يكون سابق للزر، يعني لو قمت بعملية قص لهذا الجزء وعملت اكس كنترول مع اكس او كات وضعت هذه الفانكشن بعدها يضع عليها هنا خط زجزاج ويديني رساله unresolved reference handle، يعني ده مرجع لمعالجه امر غير واضح للكود، وبالتالي لما اضغط مفتاح رن سيعطي لي رساله خطا. والاصح هنا ان انا اسم الفانكشن
يجب أن يكون سابق لأمر استدعائه من الكوماند اللي داخل الزر. أنفذ تاني، بينفذ هنا وتظهر الرسالة. ده كان بالنسبة لعمل كرييتنج باتون وعمل له ايفنت هاندل في لغة بايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.